ثلاث حاجات هقولهم لكل مريض علشان يسرع من الشفاء. اول حاجة تخلي عندك يقين ان اللي بيشفي لا الصيدلي ولا الجراح ولا الدكتور ولا الدواء ولا اي حاجة من الاسباب دي، اللي بيشفي هو ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى واذا مرضت فهو يشفين، ولو عندك اليقين ده الله سبحانه وتعالى هيشفيك باقل الاسباب. رقم 2 تصدق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة، طلع صدقة بنية الشفاء ولو بقل القليل. رقم 3 اوعى تكون مريض وتبعد عن الصلاة، لان كتير من المرضى ممكن ينسى الصلاة، حتى لو مش قادر تتوضأ اتيمم. اما رقم 4 افرح، فربنا سبحانه وتعالى عندك. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول العبد وكيف يعودك وانت رب العالمين، فيقول الله اما علمت ان عبدي فلان مريض ولم تعد، اما لو عدته لوجدتني عنده. فربنا سبحانه وتعالى عند المريض برحمته وكرمه. واخر حاجة ان كل ابتلاء حتى الشوكة ربنا سبحانه وتعالى بيرفع بها درجتنا وبيكفر من خطيئتنا.